هو نجح تجاريا، وعمرو سعد لايق عليه الدور، ومصطفى شعبان مثل، يعني خد من عمرو سعد ومثل ما استسهلش. لكن انت، لكن طبعا يعني في فرق جامد ما بينه وبين سلام يا صاحبي. الافيهات او الكلام الشعبي والسجع اللي كانوا مصرين عليه نجح معاهم اللي او نجحهم؟ اللي هم بيعملوه دلوقتي عملوا محمد رمضان في الاول، هم بيقلدوا محمد رمضان. يعني اللي عملوا عمرو سعد ودول والافيهات ديت، ده الشغل اللي عمله محمد رمضان من زمان، مش عارفه ليه بيقلدوه.